لكم ان شاء الله تكونوا بألف خير، رجعنا لكم فيديو جديد واشتقنا لكم كتير كتير، وهالمرة مو مصدقين انه اخيرا رجعنا بنشاطنا كامل نشاطنا يا جماعة، ما عم نصدق اخيرا رجعنا لحياتنا اليومية مثل ما كنا ايام زمان. حاسة اليوم هيك فلوك طبيعي وكل الامور تمام الحمد لله وارتحنا كمان اخيرا اليوم حنقول لكم اسم البيبي لانه انا وهلا قررنا خلاص ولازم نسجلها اليوم هلا صح اتخذنا القرار، واليوم بعد ما نخبركم هلا فورا رح نسجلها بالبلدية وسوي الاجراءات، فانتوا اول ناس رح تعرفوا صح. وهن هون بيعطوكم 3 ايام لحتى تسجلوا، فلازم كثير تاخذوا القرار بسرعه، بس انا ولدت بالويك اند يعني كان عندنا يومين عطله فكان معي شوي وقت كمان ضلينا الوقت شوي، فان شاء الله هيك يعجبكم الاسم. انا بالنسبه لي خلص راضيه عن قراري وكثير كثير حاببته، وحسيت لما شفته مثل ما قلت لكم بس اشوفه رح احدد الاسم صح. بس هلا رح تشوفوا في عضو جديد انضم لعائلتنا صار له اسبوع. مين وحزامين عضو؟ لا ترعبيني غير البيبي على فكره رح يفكروا البيبي. في عضو جديد صار له اسبوع عايش معنا بالبيت، هلا رح نعرفكم عليه. هني هاي 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 مونت كابيا يا مونت كابيا هلا يعني انه لازم مفروضه للممرضه. هون في نظام بهولندا انه بس الوحده تولد تجي لعندها ممرضه اسمها كرامزورخ، بتضل عندها اسبوع كامل قاعده بالبيت. ليش؟ لتعتني بالولد وبالام وبالبيت وهالقصص. فهني عن جد هي مثل عضو من العائله، اجت لعندي بولاده ميلا وهلا بولاده يا فورت بيدك يا هني متعس يا فانه هلا هني عم تطبخ لنا اكله كثير طيبه اسمها ماكاروني. هي اكله هلا حتورجيهم انت صح؟ هلا رح اورجيكم شو هي، لانه عن جد انا كثير بحب اكلاتها وكثير بتعملنا اكلات هيك جديده انا ما متعوده اعملهم بالعاده. وبدي اورجيكم هون هدول الوردات والصوني، هدول من شغلي ولا من شغلك؟ هدول من شغلك. هدول من شغلي، هدول الصوني مبارح عن جد شكرا كثير يا شغلي. كمان اليوم وصلوا لرولا هدول، شوفوا قديش حلوين. احلى شيء كان انه مبينين لبيبي بنت لانه زهري كل شيء زهري صح، مزبطينهم زهري هاي قديش كثير حلوين. فالبيت هيك تعبى ورود وهون ورد وهون ورد، تحسوا صار في بيبي. روح صار لحظة، هون في وردة كمان يعني ها فايقة شوي. الوردة أحلى وردة بالبيت صح؟ هلا عم نقدر نحكي هيك على فكرة لأنه ميلا مو هون، بس بصراحة عم نحاول قدام ميلا ما كثير نهتم بالبيبي لأنه كثير عم تتغير. فنحن شو بنعمل لما بتجي ميلا؟ ما بذكر شيء اسمه بيبي، ما بذكر شيء اسمه بيبي وخلص انا بس بلعب مع ميلا. يعني حاليا هلا البيبي صغير ما بيحس بشيء، فانا مستلم ميلا بلعبها وبطلع سوا وهيك. انا بستلم البيبي بس قدام حسام ما بقول كلمه بيبي ابدا، بس سمعتها بتقول بيبي احيانا هيك بتزعل، بس انه بلشت تحبها. بلشت تتعود يعني ما بتصدقوا الريحه قد ايه طيبه. هاي هني What's it? I love all in the macaroni. That's it in. Macaroni? Yeah. And sakia macaroni khrunta? Yeah, sorry. Macaroni khrunta, macaroni kraude. Oh, and the khrunta is here. Khrunta sit in the all in the pot. Wow. That's here, lekker. And gehakt, hè? Yeah, here is the gehakt. Yeah, and the khrunta. Yeah, and the khrunta. Yeah. يعني ما بتصدقوا قد الريحه طيبه، عن جد كثير هاي الاكله طيبه. هاي البهارات خاصه بالمكرونه. هاي الطبخه علمتني اياها هاني وقت كنت حامل بميلا واجت لعنا، فهلا وقت رجعت اجت قلت لها بدي تعملي لنا اياها نفسها لانه كثير اكلاتها طيبين. هاني اكهب هيل بيل فانيا وخليل. انت نيدرلاندس كوكر. لكر توخ؟ يا اخ لكر. And فينزي عرابش ايتن اوف لكر؟ هيك فين فراو يلي ايتم هيلي لك كتير كتير حلو انه عم نتبادل هيك الثقافات، انا بعلمها الاكلات العربية وهي بتعلمني الاكلات الهولندية. هلا خلصت الطبخة رح نورجيكم اياها، عن جد الريحة بتجنن. عن جد شكرا كتير هاني، ثانك يو فيل هيل فيل بدك هولندس ماكروني. يا هي صايرة مثل سباجيتي مع لحمة وخضار بس كلها اسمها ماكروني مع بعضها، فانا كثير بحبها كثير طيبه. بتاكلي هلا من الصبح ها؟ هي بتجي كل يوم من الساعه 8 للأربعة، فعم بتجهز لنا اياها من هلا منشان وقت بالاربعه تروح يكون الغداء جاهز يعني. صح حلوه سبحان الله، شلون هيك الواحد بالغربه الله بيبعث له هيك ناس يساعدوه. صح تخيلي ايه نحن بدون اهلنا، فعن جد اجت هي لانه هون الوحده وقت بتولد ما بخلوها كثير تقعد بالمشفى، فمنشان هيك بيبعثوا معها هي ممرضه فورا بعد ما تولد على البيت، يعني ثلاث اربع ساعات بعد الولاده يلا 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 على البيت، لانه بيكون في انه الكرامزورخ بتجي لعندها بتشوف البيبي، وهدفها اهم شيء انه البيبي ما يصير معه ابو صفار تنزل حرارته، فكثير كثير بتراقب البيبي وبهي الفتره بتضل عم توزن له وزنه يعني تشوف صح حرارته صح يعني. صح فرولا بس لازم ترتاح، مفيد ومهم بس هلا هالاسبوع بترتاح فيه لانه في حدا يساعدها صح،
في هون حدا يساعدك كمان. والله حسام كمان كثير عم يساعدني. ما عم ننام الليل يا جماعه، اكيد عم تقولوا طولنا عليكم بالفيديوهات بالفتره الماضيه، بس صدقا كثير ضغط انه مبسوطين بس كمان ما في نوم، في هلا هيك مسؤوليات اكثر، بلشنا نحس عن احنا كبرنا شويه هيك يعني فوضى هالفتره لما نتاقلم على حياتنا الجديده. بس هيك ننظم هيك حياتنا عن جد، مثل ما وعدتكم في كثير فيديوهات حلوه صح؟ يس كثير شغلات حلوه. في شغله ما لاحظتوها كمان. شو هي؟ انه لبسي صار يجي علي شوي. انا ما لاحظتها. الله يسامحك، عاد في بالونه هيك. اخيرا فان شاء الله هلا لسات اليوم رابع يوم ان شاء الله بيروح اكثر يعني. امبارح رح تجيب ميلا من الروضه يا جماعه، فشوفوا شو اعطوني، شغله كثير حلوه كثير انبسطنا فيها. ترى هي هاي. هاي ميلا عملتها لاختها، يعني جد هون الروضات كثير لذيذين، لانه كل ما بيكون في مناسبه بخلوا الولد يعمل شيء بايده يعني. هي هالفتره ميلا شو عم تقول؟ عم تقول ايس شي يعني ايس كريم، فعملوا لها هاي هيك شكل ايس كريم. هلا هدول بظن الانسه عملتهم، ميلا عملت هدول طبعات الاصابيع. جوا وترتيبها. جوا وترتيبها هيك باصبعنا، فعن جد شيء كثير هيك لذيذ يعني. شو كاتبه هون؟ مكتوب يعني انه مبروك على ولاده البيبي الجديد واختك يعني. انه الانسات على فكره بالروضه قالوا لنا كثير عم نحاول ندلل ميلا هالفتره، وهيك بخليها تقعد مع البيبيات الصغار مشان تتعود على الفكره اكثر. عن جد فكره كيف قديه حلوه هيك يعني. رولا هون قاعده عم تدرس وما بعرف شو معهم هذا الكتاب، بسجلوا لها. عم بسالها لهاني انه ليش كل هالكتاب كبير، لانه كثير بياخذوا معلومات عن البيبي، فعم اقول لها اذا حابه تشرح لكم شوي شو الاشياء الاساسيه اللي هن بيعملوها. يا هاني ما هي تقول اختي خايفه. بدنا في فكره عم صارخ. لان ماي فيرك بشتاعت eerst uit moeder en kind controles, voorlichting, een stukje huishouding, was doen, eten koken. Maar moeder en kind en voorlichting zijn het belangrijkste. En wat vind jij van jouw werk? Kif betrof je in het schil bij het mezelf? Betrof je heel erg met het baby? Ik werk nu 36 jaar in de kraamzorg. Dat is steeds in zin. En het is nog steeds leuk. Ja, echt mooi met werken met de baby. Ja, maar ook met de mensen. Ja, natuurlijk. En andere culturen is altijd leuk. En ik had hem een beetje aan het vertellen dat ik ook heel veel met gezinnen Syrië werk. En ik moet zeggen dat je een cultuur hebt. اكلات طيبه، هي الاكلات كانت لي كثير طيبين. بس alles wird schon in die Weg netjes beigehouden. يعني هذا المخطط البياني هون اللي عم تورجيكم اياه، هو بيقيسوا كل يوم وزن البيبي، لانه اذا نزل وزن البيبي عن 10% قالت لي فلازم يصير يروح على المشفى يعني. فمنشان هيك كثير وجودهم ضروري. رولا هلا قطه عم تعمل شيء، شوفوا اول شيء قديش الساعه. الساعه 12 الظهر، شوفوا شو عم تعمل رولا. مسكتك هلا عم تتغدي؟ ومن الطنجرة عم دوق والله عم دوق. بس لما خلص الوحام خلصنا منه. شو هلا؟ بس الريحة كثير طيبة، بدي دوق ما هلا عم تعتني بالبيبي صح؟ ففي متطلبات، لازمني أكل، لازمك غذاء. لا هو الواحد وقت بيشوف أكلة ما منه متعود بالعادة يعملها، فبصير يتشوق ياكل منها أكثر. عم أمزح معك، صحة وهنا. والله أنا عم أعمل فيكي مقلب أصلاً، كلي ايمت ما بدك، شو ما بدك. لا والله انا بس بدوق والله. لا بس هن اكلهم اكثر شيء بيحبوا يعملوا اشياء بالبطاطا المهروسه، عكسنا نحن مثلا اكثر اكلاتنا بالرز، هن اكثر شيء بالبطاطا المهروسه. هاي ما بتمثل مطبخ، عندهم اكلات ثانيه يعني. هالشيء جديد شوي. اوه باي. مرحبا. تدوخ، يلا تدوخ. بوس يلا بوس. مثل ما حكينا لكم انه انا عم بقعد معها وبلعب معها، ورولا هلا طلعت طعمي البيبي فوق، فحتى ما يكون كل شيء قدامها وهيك بتخف الغيره يعني. هلا هي احسن بكثير موضوع الغيره، يوم عن يوم عم يتحسن الوضع، بس انه لسه يعني الوضع قائم فيه شوي. اذا بدك هاي خذي. واو يعني على فكرة ميلا بلشت تختار أكلة، بكرة عم بقول لها لرولا هلا بعد سنة أو أقل رح تختار لبسة، والله يستر ويعيننا، إنه بدها الفواكه بس كثير بتحب الفواكه، فشوفوا كيف قاعدة بتاكل بس فواكه. بابا؟ طعمين. طعمين بابا. نم نم. قلت لك نم نم. طعم نم نم؟ هي إلك. هي إلك. هي آخر وحدة. لا هي إلك. والله بتعطيك آخر قطعة. لك عبي الصحن مرة ثانية. جبتك واحدة ثانية. واو. لك أشرة. أشرة؟ لا تي أشرة.
اوكي بتتذكروا قبل حوالي 3 شهور تقريبا عملنا فيديو بنفس هذا المكان وبنفس القعدة وحكينا لكم انه تختاروا معنا اسم البيبي واجت اللحظة صار وقت نقلكم شو الاسم. 1 2 3 الاسم اللي اخترناه هو هو انا اقول ولا انت؟ لا انت قولي او اقول لك نأجل الفيديو الجاي. لا خلص بياخة خاصة سبونا سبونا قولي هلا هلا الاسم هو بيرلا بيرلا يس هذا هو الاسم طلع لكم هون شوفوا ذكرناه بالقائمة هو اول شيء الاسم معناته اللؤلؤ فانا اول ما شفتها عن جد حسيتها هيك بتشبه اللؤلؤ كانت كثير شوفي اورجيهم اياها بالله مو لؤلؤ هلا خاصه بالابيض يعني يا قلبي لؤلؤه ولا مو لؤلؤه هي اول مره بنطلع على برا على الحديقه هيك تشم هواء بقلى الاسم الله يحفظها ويخليكم ولادكم نحن حاسين هيك لبقلى الاسم كثير وهيك اول ما شفناها قلنا خلص هذا الاسم بصير عليها هيك ما بعرف ليش سبحان الله هيك يعني واحد الله بيألهمه ويمكن وقت بيشوف البيبي يعني. ولانه اسم غريب وجديد وكثير كثير ناس هون مو سمعانينه من قبل حتى العرب والاجانب انه هو اسم جديد حتى بهولندا جديد يعني كثير ناس عم يبعثوا لي كانوا على الانستغرام قال لنا شو اسمه والله والله ما كنا منقيين عن جد هذا الشيء يعني مو تمثيل او نحن عم اوفر بس صدقا لاخر لحظه واهالينا ورفقاتنا اللي حوالينا كلهم بيعرفوا هاي القصه انه نحن ما اخترنا الاسم لاخر يوم لليوم يعني حتى تماما حتى في شغلات كنت بدي وصي عليها لها علاقه بالاسم ما قدرت وصي عليها لانه ما في اسم المهم كتبوا لنا رايكم في التعليقات اذا حبيتوا الاسم او لا هلا يمكن اول فتره ما تحبوا او ما تعودوا بس وعد مني انه بعد شهر بالكثير كلياتكم رح تحبوا الاسم خلص خذوها مني شو رايك بتشبه ميلا او لا هلا حاليا بتشبه ميلا كثير شوفوا كيف عن جد بصغرة ميلا نفسها تماماً يعني كتير كتير بتشبه لا ميلا هيك كانت نفس الملامح ونفس الوش بس حاسة أنا إنه بيرلا غير ألوان رح تطلع صح ميلا أكشف أفتح يعني الألوان لا بيرلا بتشبهني أصلاً بتشبه. ميلا ما بتشبهك ميلا بتشبهني؟ إيه بتشبه أمك وأمي بتشبه كمان لا والله صايرة بتشبهني كتير ميلا ما بعرف أنا هيك حاسس شو رأيكم أنتو؟ والله كلهم بالتعليقات بيقولوا لمين هيك طالعة ميلا شقرة مو إلك يعني أنا وقت كنت صغير كنت كتير أشقر يا جماعة بس على الكبر خلص غمق شعري ولون عيوني خضر أصلاً بس ما حدا دريان حرام رح عليك ما حدا شايفني كلهم بيقولوا ليش ميلا شقرة طب والله عيونه خضر كلهم الكاميرا ما بطالع بدي غير لك الكاميرا خلص انت عيونك غامقين لا اله الا الله انا خضر خلص امي تدخل لجوا خلص سكر هالفيديو هاي رولا لاول مرة من 4 أو 5 أيام تقريبا بعد ما طلعتي من المشفى شمي هوا نظيف طلعتي لبرا فكرة الدكتورة قالت لك ما بصير تمشي الا 5 دقائق شوي صغيرة لا قالت لي إذا بدك تمشي حوالين البيت بس الفكرة إنه كان الجو ما هو مناسب نطالع البيبي يعني فاليوم الحرارة 25 والفكرة أنا بدي أقول لبيرلا بيبي بس رولا مو راضية يعني شو بيبي؟ قال بيرلا اسمه هو مدلع يعني اسمه بيرلا هيك تحسه مدلع ما فيه موسيقى يعني مثل ميلا ما في داعي للدلع يعني لك بيبي هي بيبي بيبي لا لا صاروا لشك لونهم أخضر والله هيك بينزل مطر ما في حدا يعتنى فيهم اي والله عملناهم اخر اسبوع وهدوك ماتوا اللي هنيك بس كله حنظبطه بدي اقص لك اياهم وظبطه امبارح طلعت على الحديقه رجعت نظفتها كلها كان العشب بصلان هيك نص متر لانه بس غبت عنا اسبوع ايه صح صح لحبيت القعده برا والهواء النظيف ما بتعرف فكره شوف شوف التسمت والله مبسوطه يعني عن جد انتم بصير معكم هيك انه وقت بينام البيبي بتشتاقوا له وبدكم تفيقوه بتحسوا شيء فيقه وقت بيكون فايق شو بيصير؟ بصيروا دياتنا لا والله عن جد مرة الحمل الثاني بتحسوا انه بدكم تستمتعوا بكل لحظه مع ميلا كنت شوي اقول يا الله تعبت بدي نام كذا هلا بحس لو ما نايمه هلا امبارح نايمه يمكن ساعتين بس صح بس حاسه انه معلي مبسوطه لانه هي بعرف انه صرت بعرف هي الفتره كثير بتمرق بسرعه لا بيرلا فاقت صار لازم ندخل لجوا لانه يعني حلو انه عم تقلي لبيرلا اخيرا كل الفيديوهات عم نقول بيبي جديد والبنوته جديده لا اسم اخيرا صار لها اسم ولازم ننهي الفيديو اكتبوا لنا تحت التعليقات اذا حبيتوا الاسم واكتبوا لنا اذا بتحبوا الفيديوهات ترى جاي ان شاء الله بس رولا تتحسن كمان نقدر نطلع لبرا كثير مجهز لكم شغلات حلوه برجع بقول لكم المره العاشرة فتحمسوا كثير هلا لحتى هيك وعيت وقدرت انه هيك اصور مثل عاده واشكركم على كلماتكم الحلوه شكرا كثير والله بسبب دعواتكم يمكن تيسرت كل الولاده وانا والبيبي بصحه وخير وطبعا بفضل الله يعني طبعا الحمد لله على كل حال وعن جد والحمد لله انه عنا اياكم عن جد بحبكم كثير كثير وشكرا دوما للدعواتكم والبيبي ما بقى تصبر ابدا ما تصبر لذلك هلا ندخل بسرعه لجوا يلا هلا صار لازم نودعكم ونقلكم بنحبكم كثير باي